لو العيله بقى، لو العيله فيها الحته دي جينيتك ده بيبقى موضوع. اتلاشى انا ازاي لو انا انا بقى عارفه ان عيلتي فيها الحكايه دي؟ تمام. انا اتلاشى ازاي عشان ما تحصليش؟ تمام. احنا بقى ده جزء من روتين بقى متكامل، اللي يعني ما اقدرش ادي برودكت واحد للمريضه واقول لها خلاص انت ده هيحللك المسام الواسعه اللي عندك. لا، ده انا بمشيها على روتين. اول حاجه لازم اخد غسول حلو جدا يقلل لي دهنيه البشره من غير ما ينشفها، زي السيبيوم جيل. كمان لازم اعرف كويس قوي ان البشره الدهنيه لازم ارطبها، لان انا لو بغسل بغسول عمال ينشف لي بشرتي وانا مش برطب كفايه، فده بيدي زي مسج للجلد انه يلا نطلع دهون زياده. فهتفضل تقولك انا باخد غسول كويس جدا وغالي وكل حاجه، لكن بشرتي عماله بتلمع مزيده. إيه يعني انا منين ما انا عايزه اجفف الدهون دي؟ لازم اعمل ترطيب. ممكن في وقت ما انا عايزه اجففها أيوة تطلع هي نتيجة هذا الجزاف اللي أنا بتعمده من برة، تطلع دهون عشان ترطب نفسها؟ علشان دي عملية زي ما احنا قلنا الجلد ده ديفنسيف ميكانيزم أو خط دفاع، بيطلع الدهون دي علشان يعمل لي ترطيب للجلد ودفاع للجلد. فكل ما بيلاقيها ناشفة هيطلع دهون زيادة، فأنا كده محلتش المشكلة. فبالتالي لازم أعرف أن أنا حتى البشرة الدهنية لازم أرطبها كويس صحيح. جدا لازم أستخدم حاجات ترطيب خفيف قوي، حاجات خفيفة زي السيبيوم هايدرا، حاجات ترطب لي البشرة برضو من غير ما تديها المظهر الدهني اللامع. تالت نقطة، يبقى أنا استخدم مرطبات البشرة الدهنية الخاصة بالبشرة الدهنية علشان تمتص بشكل أبسط وألذ، وتديني ترطيب ترجع تطلع لي دهون والدهون تعمل روس سودة أو تعمل حبوب. تمام. يعني ولازم نرطب البشرة الدهنية، ولازم أقول للمريضة إن مفيش حاجة اسمها قفل مسام. أيوة، لأن أنا لو قفلت المسام أنا هعمل مشكلة، أنا الدهون هتحتبس وهتعمل لي بصور بقى. لكن إحنا إيه اللي بنعمله؟ إحنا بنضيق المسام أو ببدأ أرجعها لشكلها الطبيعي علشان ما تبقاش مشكلة باينة في الوجه. بس حضرتك هنا حطيتي مشكلة المسام الواسعة وأرفقتيها بنوع واحد للبشرة دهنية. البشرة الدهنية، هل البشرة الجافة ما بيحصلهاش انها يبقى عندها مسام؟ ممكن من كتر الجفاف بقى. ممكن الجفاف والصن دمج زي ما قلنا، ان انا لو بطلع في الشمس كتير وبيحصل لي ما بحطش صن بلوك كافي وما برطبش كفاية، ممكن يحصل لي برضو مسام. طب والحفر هي اكتر مع البشرة الدهنية. Watch it.